جزاك الله خير. سؤال طويل عمر، ابى اسالك عن الوالد. الوالد انا ابي يعني بهدلني كثير في حياتي، يعني ما بدخل في تفاصيل واطول في الموضوع يا شيخ، بس كثير كثير من يوم ما انا ولدت لين اليوم وانا متبهدل بسبب، وهو يعني وصلت السنة حين 32 سنة وأنا متبهدل وما زلت أني متبهدل بسببه. وسؤالي يا شيخ أني ما أدري شو أسوي مع أبي، يعني أني قاطعنه ما أوصله، ما أسلم عليه، ما أتصل به ولا أول ولا تالي، فما أدري شو تصحني يا شيخ. يعني يا خالي، وهذا كله بسبب يا شيخ أني الأذية كلها اللي حصلت لي من وراء هو. اسمع يا شيخ، الله عز وجل أمره بك، يوصيكم الله في أولادكم وأمرك به وبالوالدين إحسانا. فلو فرضنا جدلا أن الوالد ضيع حق الله نحوك، فلا تضيع حق الله نحوه، لا تضيع حق الله نحوه. الإنسان مع الرحم التي أبعد من الوالد إذا قطعته يجب عليه أن يصل، فكيف بالوالد؟ مهما جاءك من الوالد أيا كان حال معاملة والدك لك، يبقى والدك. يبقى أنا أختصر لك المسألة، كل والد كل والدة باب للجنة، كان على حق وكان على باطل، كان بارا كان فاجرا، كان صغيرا كان كبيرا، كان صحيحا كان مريضا، هو في نفسه الوالد والوالدة باب للجنة باب. فانظر كيف تدخل من هذا الباب، إن أحسنت دخلت من هذا الباب، وإن لم تحسن من هذا الباب لن تدخل، قد تدخل باب آخر. مهما كان حاله إذا كان والدان مشركان قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفة، فكيف بأبوين مؤمنين؟ الوالد والد والوالدة والدة، ثمة أشياء يا أيها المبارك ما تفسر، يعني من هو الوالد؟ الوالد. من هي الوالدة؟ الوالدة. هذان بابان عظيمان للجنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأيا كان حالهم، الله جل وعلا هنا لم يقيد حال الأبوين، لم يقل إن أعطوكم رد أعطوهم، إن بروكم قوموا ببرهم، وإنما أطلقها جل وعلا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاهداك لتشرك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تطعهما في قبول أن تشرك بالله. ثم قال جل ذكره وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا والدك، مهما كان الأمر يبقى والدك، بل يعظم الأجر لك، يزيد الثواب إليك إذا كان الوالد غير قائم بحقك وأنت قائم بحقه. هذا لا يتمناه الإنسان لنفسه قطعا، لكنه لو وجد فهذا نوع من الكرامة، لأنه سيكون الأجر أعظم والبر أكمل والمنزل عند الله أجل. ولن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، هذا في عموم الخلق، فكيف بمن وصى الله عز وجل به؟ أي واحد أنت تتعامل معه إذا ضيع حق الله فيك لا تضيع حق الله فيه، إذا ضيع حق الله فيك لا تضيع حق الله فيك، لن تنال ما عند الله إلا إذا قمت بأمره وعملت بوصيته. فنسأل الله أن يهدي والدك وأن يرزقك بره وأن يعينك على ذلك.